بسم الله. دلوقتي ان شاء الله هنتكلم على حاجه مهمه جدا، بالذات لو انت شغال في شغل تكييف. دلوقتي مثلا انا عندي الزنهيات، تمام، وعايز ابدا احسب بعض الحاجات الخاصه بالحراره والرطوبه، وحس ان احنا نحقق راحه للموجود جوه المكان. هاجي هنا من تولز واقول له ران ذا ويزر تول، هيفتح لي اداه كده فرعيه. تمام، بالشكل دوت هتلاقي فيها كل المعلومات. طبعا هي فاضية دلوقتي. تمام، طيب يعني لو احنا عايزينها تبقى فيها معلومات اقول لود ويزر فايل واحمل اي بلد انا عايزها. خلينا نشوف اي اول دولة عربية هنلاقيها في قصادنا هناخدها. تمام، طيب السعودية. تمام ماشي، يس. تمام، طيب خلينا نقفل دوت ونختاره تاني. بعد ما اخترنا هو اختار هو السعودية وبالذات الرياض لأنها العاصمة. نفتح الويزر تول، هتلاقي المعلومات هي خاصة بالحرارة وخاصة بالرياح وخاصة بالهيتنج اند كولينج اند سولار. تمام، انا هاجي هنا في الخريطة السيكومترية بالشكل دوت، بيديني بقى المعلومات الخاصة بالمنطقة. تقدر من هنا تختار الحاجة اللي انت عايزها. الخريطة السيكومترية دي بتوضح لي العلاقة بين 6 عوامل زي الحرارة والرطوبة. طيب تقدر من هنا تقول له مثلا انا عايز هايلايت على دراي تمبريتشر بالشكل دوت. تقدر تقول له طب انا عايز هايلايت على الفوليوم، انا عايز، يعني تقدر تاخد كل الخريطة اللي انت عايزها وتقدر تسيف الحاجات دي صور. تمام، تقدر تقول له عدد الايام اللي هنشتغل فيها. تمام، بيقول لي تحدد الايام فيجيب لي الكومفورت، ده الحاجات اللي هي خاصة بالراحة طول الشهر. تقدر هنا تحدد بقى الاكتيفيتي، هل الاكتيفيتي بتاعك مقدره قد ايه. تمام، دي المنطقة اللي هي هيبقى فيها راحة كونفورت. فنقدر نغير مثلا الاكتيفيتي، نخليها مثلا أقل فتلاقي الحاجة تتنيل. طب لو خليناها أكتر هتلاقيها تتنيل بالشكل دوت. تمام، فدي حاجة ممتازة جدا إن أنت تبقى شغال بالخريطة السيكومترية وتعرف المعلومات بتاعتك أوتوماتيك بدل ما كنا بنقعد نحسب وكده. فدي سهلت لنا شغل كتير أوي.